طيب بالنسبة للسؤال ده، هو بيشرح مفهوم مهم جدا. ممكن تكون الحتة دي فعلا مكنش قلتها في الفيديوهات. ده مفهوم بيتكلم عن حاجة اسمها بودكاست دومين. ايه هو البودكاست دومين؟ البودكاست دومين هو عبارة عن الجزئية اللي في الشبكة اللي بتسمح ان البودكاست او المسج اللي ببعتها توصل للناس كلها. قلنا من شوية ان البودكاست دي هي مسج بتوصل للناس كلها. طيب ايه هي عدد الاجهزة اللي بيسمح بان انا عندي البودكاست؟ طيب خليني اقول لكم على حاجة. لو انا عندي نتورك ما فيهاش راوترز، البودكاست هتوصل لكل الناس. بمعنى اصح ان البودكاست دي عباره عن لاير 2 مسج، يعني بتتبعت في الديفايسز اللي بتسبورت لاير 2. يعني لو بصيتوا هنا في الشبكه بتاعتي، بعد قلنا ان البودكاست لاير 2 مسج، ده معناه ان هي اول لما توصل لديفايس لاير 3 ما بتكملش. فاللي بيعمل ايزوليشن للبودكاست هو الراوتر. فببساطه نبص للراوتر. الراوتر فيه كام كونكشن؟ واحد اتنين تلاتة. فالأولانية دي كلها بالتلات أجهزة اللي فيها، حتى لو زودت 100 هاب أو 100 سويتش تانيين، دول كلهم هيعتبروا وان بودكاست دومين. لأن لو بعت مسج من ده هتوصل لكل الديفايسز التانية، لكن هتوصل للراوتر وتقف عنده، يعني مش هتكمل الباقي. واللينك التانية دي بتعتبر بذاتها كده بودكاست دومين، واللينك الأخيرة دي تعتبر بودكاست دومين. عشان كده هي الإجابة فعلا تلاتة. في حاجة تانية ممكن برضه يتسأل فيها اسمها كوليجن دومين. ايه هو الكوليجن دومين؟ الكوليجن دومين هي الدومين اللي ممكن يحصل فيه كوليجن، وده بتفرق عن حاجة لحاجة. بمعنى أصح الهاب دايما سنجل كوليجن دومين، ودي مشكلة لأن الهاب كله بيعتبر زي ما احنا عارفين layer 1 device. layer 1 device لما تاخد السيجنال من بورت البوت تاني بتترانسميت السيجنال للناس كلها، فهي بتعتبر اكتشوالي باس توبولوجي. فالمشكله في الباس توبولوجي احنا عارفين ان بيحصل فيها كوليجن، فهي كلها سنجل كوليجن دومين. فاحنا مثلا لو في الرسمه دي هنعتبر ان كل الدومين دي سنجل كوليجن دومين، لكن السويتش بنعتبر فيه كل بورت سنجل كوليجن دومين، لان السويتش بيعمل ايزوليشن وبيعمل ديديكيتد باندويث لكل بورت فيه. فديديكيتد باندويث دي لو بصينا للسويتش ده مثلا هنلاقي ان الكيبل ده سنجل كوليجن دومين. الهاب ده نفس الموضوع، هيبقى عباره عن كوليجن دومين واحد. وكمان السويتش، معلش دي حاجه نسيتها، لو دي سنجل كوليجن دومين، يبقى كمان البورت اللي ما بين السويتش نفسه والبي سي تبقى عباره عن سنجل كوليجن دومين. طيب تمام. السؤال ده بيقول a technician is working on a network problem that requires verification. تمام، هو بيقول ببساطة ان النتورك التكنيشن في مشكلة في الشبكة، فهو بيتشيك على الراوت، على اللان انترفيس بتاع الراوتر. طيب من غير ما نقرا الكلام ساعات يبقى شكل السؤال يخض، بس هو السؤال فعلا تافه. هو بيقول ايه هو الادرس اللي المفروض اعمل له بينج من الهوست او من البي سي عشان اتاكد ان الراوتر انترفيس شغال كويس. ببساطه لو انا عندي نتورك فيها سويتش بي سي وراوتر متوصلين ببعض، طبيعي ان اكوردنج تو الشرح اللي شرحناه في الفيديو، في اخر الفيديو التاني قلنا ان عشان اخرج بره الشبكه لازم يكون في ديفولت جيت واي. طيب لو بصينا هنا عندنا في الاسماء اللي هو حاططها، هتلاقوا الديفولت جيت واي متعرف ان هو 129.168.254.1، وهو ده فعلا الاي بي اللي انا هعمل عليه بينج عشان اوصل للديفولت جيت واي، واتاكد ان انا اعرف اخرج بقى الشبكه عن طريق الديفولت جيت واي بتاعي. طيب نيجي للسؤال ده. النوعيه دي من اسئله مهمه جدا ان انت تبقى عارف تحلها، لان المشكله ان الاسئله دي بيبقى فيها حسابات سبنيتنج كتير، لان اغلبيه الوقت بتبقى المشكله في الاي بي هات الديفايسز واخداها. فلازم اي ديفايس واخد سبنت، السبنت ده لازم يتحل. طيب احنا انا فعلا ما كناش شرحنا السبنيتنج في الفيديوهات اللي شرحناها، بس احنا كنا خدناها في الترم الاول في منهج النتورك. والطريقه اللي خدناها بيها كانت طريقه كويسه جدا، وهي دي الطريقه اللي اصلا سيسكو ماشيه بيها. الفكره ان امتحان سيسكو مش المفروض ان احنا اصلا ندخل فيه بكالكوليتر. انا بتكلم عن امتحان الاندستري اللي هو الامتحان
الكبير اللي مش اللي احنا هنمتحنه، امتحان تاني، بس اعتقد ان هما ممكن يعملوا الاوينج يسمحوا ان احنا ندخل كالكوليتر المواد دي. فهراجع معاكم الطريقة سريعا جدا جدا بتاعة النتورك، وهشتغلها على المثال ده. خلينا نشوف هو هنا بيقول ايه. بيقول هوست سي بيقدر يعمل بينج على 127.0.0.1. الغريبة ان انت لو بصيت على النتورك دي ودورت على الاي بي اللي هو مديهولك ده مش هتلاقيه اصلا. طيب ايه الاي بي ده؟ الاي بي ده حاجة اسمها لوب باك انترفيس، او بمعنى اصح ده الانترفيس اللي عندك انت جوه البي سي عشان لو عملت عليه بينج يبقى انت البي سي بتاعك شغال. خليني اوريكوا تيست بسيط كده عندي انا في الجهاز. لو عملت بينج الاي بي ده بينج 127.0.0.1، طيب ملاحظين معايا لو بينج بيحصل التايم اللي باخده عشان اعمل بينج اقل من 1 ملي سكند، ودي على فكره وقت قليل جدا. انت لو عملت بينج على اي سيرفر تاني، لو سيرفر جوجل، هياخد بين 200 وبين 300 ساعات. ده اكبر دليل على ان ده فعلا انترفيس جوه البي سي بتاعي انا. طب هو الانترفيس ده معمول ليه؟ الانترفيس ده معمول عشان اتشيك على النتورك كارد بتاعي هو شغال ولا لا. فهو بيعمل تشيك على الاي بي بروتوكول بتاع النتورك كارد بتاعي، لو لقاه شغال يبقى بينج صح، لو ما لقوش شغال يبقى بينج مش صح. فهو ببساطة هنا بيقول لك ان انا بقى ان هوست سي بيعرف يعمل بينج على 127.0.0.1، فيبقى الاي يبقى النتورك كارد بتاعه سليم. لكن هو مش الهوست سي ما بيقدرش يعمل كوميونيكيشن مع اي وبي. طيب لازم تكونوا تتعلموا سريعا جدا. في سيسكو بتقول انت المفروض تتعلم في 30 ثانيه ازاي تعرف الاي بي ده في انهي سب نت. طب تعالوا ناخد الاي بي ادرس بتاع الاف اي 00 اللي هو الانترفيس بتاع الراوتر ده. طيب الاي بي ده عباره عن 127.16.3.1.93. والاي بي ده على 28. طيب التكنيك الكويس جدا اللي ممكن نحل بيه ده، اول حاجه ده كلاس سي. كلاس سي يعني الديفولت بتاعه على 24 او 255.255.255.0. طيب الطريقه السريعه جدا اللي ممكن تحل ده، ناخد طالما هو كلاس سي يبقى احنا متاكدين ان احنا بنلعب في الهوست بتاع اخر اوكتت، الاخر اوكتت او اخر 8 بت اللي هو عندنا كام؟ 93. ناخد 93 ده ونحوله لباينري. فالباينري بتاع 93 هيبقى 0 1 0 3 1 0 1. طيب ناخد بقى ده هيكون السب نت ماسك بتاعه 255.255.255.240. طيب ال 240 يبقى احنا كده خدنا هنا ال 39. طب ال 240 الباينري بتاعها كام؟ هيبقى 4 1 4 0. طيب الاندنج العملية الاندنج ما بين الاتنين دول هتديني ناتج هكذا 0 1 0 1 4 0. دي يعني هتوازي 80. يبقى انا النتورك اي دي بتاعي 127.16.3.1.80 على 28. طيب مش انا عندي ال 240 دي فاكرين البلوك نمبر اللي كنا بنجيبه التايم الاول؟ كنا بنعمل 256 ناقص 240، فدي هتديني 16. يبقى انا كل نطه بنطها بنط ب 16، فيبقى الاي بي اللي بعديها 172.16.31.96 على برضه 28، وهكذا هيبقى دوت 112. طيب يبقى انا كده عرفت الفينج بتاع السب نتس بتاعي ايه؟ عن طريق ايه؟ ان انا المفروض هو ده البروسيس اللي اصلا البي سي بيعملها عشان يعرف هل الديفايس اللي هو بيبعت لها دي معاه في الشبكه ولا بعيد ولا في شبكه ثانيه. وده شرحناه في اخر الفيديو الثاني بتاع السيشن اللي احنا اديناه. طيب المفروض بيعمل اندنج ما بين الاي بي اللي بيبعت له والسب نت ماسك بتاعه، واللي بيطلع بيبتدي يعرف منه هل هو معاه في الشبكه ولا لا. طيب احنا بعد ما عملنا اندنج جبنا النتورك اي دي وابتدينا ننط بالبلوك نمبر زي ما عملنا هنا، فاحنا عندنا رينج من 80 ل 96 ومن 96 ل 112. لو لقيت ان اتنين متوصلين بنفس الراوتر، تعالوا نرجع لمثال تاني،
اتنين متواصلين بنفس الراوتر واخدين اي بيهات في سب نتس مختلفه، يبقى هو ده اللي عامل لي مشكله، ودي بتبقى مشكله اسمها overlapping subnets، و90% من المشاكل اللي بتحصل في الاسئله اللي بتيجي تبقى غالبا هي المشكله دي. طيب لو لاحظت، تعالوا نبتدي بهنا. هنا 172 16 31 98 و99، 98 و99 و101. لو رجعنا للسب نت اللي كنا حسبناها، ده كله موجود في الرينج من 96 ل 112، فيبقى كده الجزئيه دي هنا كان ما فيهاش مشاكل. لو جينا هنا 10.11.11.1 على 24 و10.11.11.2 على 24، من الواضح ان ده كلاس سي، وكلاس سي اصلا ما فيش تغيير في النتورك بوشن، فانا كده في نفس الشبكه، ده الديفولت، ده ما فيهوش سبنيتنج خالص. تعالوا بقى نروح للثالثه. الثالثه دي غالبا هي اللي يكون فيها مشكله، فتبقى اف اي زيرو هيبقى دوت 93 على 28، بس خدوا بالكم بقى من هنا، ده دوت 90 بس على 27، فهنا اصلا السبنت ماسك متغير. كان ممكن من الاول استنتج ان طالما السبنت ماسك متغير يبقى اكيد السبنت ماسك بتاع سي هو اللي مش معمول الكونفجريشن صح، بس انا حبيت اقول لكم على الطريقه اللي بنعمل بيها اناليسز للمشكله عشان في الاخر نوصل للحل ايه وات ايفر كانت المشكله ايه. فعشان كده هيبقى الاجابه هي رقم سي، وهي ذا سبنت ماسك اون هوست سي از نوت امبروبرلي كونفيجرد. تمام، السؤال ده سهل مش اي حاجه، بيقول لي ايه هي الاند ستيشنز او الاند ديفايسز اللي موجوده هنا. هي عباره عن كاميرا وبي سي وسيرفر وايفون، طبعا الاكسس بوينت والراوتر والسويتش والهاب دول عباره عن نتورك ديفايسز مش اند ديفايسز. هو هنا بيسأل سؤال بسيط جدا، بيقول لو الهوست A حب يبعت فريم لديستنيشن ماك كله F. طيب من المفروض الطبيعي ان هو لو هو بيوريك الماك ادريس تيبل اللي موجود جوه السويتش، يكون هو زي ما انتم شايفين كل اللي موجود في الماك ادريس تيبل ده، الماك ادريس مربوط بالبوت نمبر مربوط بالبوت نمبر، فالمفروض البوت نمبر مثلا لو هوست A عايز يكلم هوست C يبقى هيحط في الديستنيشن بتاعه الماك ادرس ده، لكن هو هنا مديني كله افات وكله افات ده مش موجود هنا. كله افات يبقى انا ببعت برودكاست مسج، لما احط كل وحايد تترجم في الماك يعني كله افات، يبقى انا ببعت لكل الناس، يبقى ساعتها السويتش هيبعت الفريم للناس كلها. فانا لو ببعت لكل وحدات يبقى انا بعمل برودكاست مسج، وبرودكاست مسج توصل لكل الناس الا اللي بعت البرودكاست، فهوست ايه هو اللي بعت البرودكاست مسج، فهتوصل لكل الديفايسز الا هوست ايه. طيب السؤال ده السؤال ده بيسأل في حاجة بسيطة جدا، بيقول لو أنا عندي الـ IP ده إزاي أخليه سبورت 2040 هوست؟ طيب السؤال ده برضه بسيط مفيهوش حاجة، وهو برضه فيه كونسبت من الكونسبتس اللي إحنا قلنا عليها شوية بتاعت السبنت. طب مبدئيا خلينا نعرف هو 10.0.0.0 ده بيعتبر كلاس إيه؟ ده بيعتبر كلاس إيه. طب كلاس إيه ده إيه الديفولت سبنت بتاعه؟ 55.0.0.0. طيب عشان اقسم نتورك، او لو عندي شركه مثلا وبقسمها ديبارتمنتس، عندي حل من الاثنين، يقسم على مستوى النتورك بورشن، يقسم على مستوى الهوست بورشن، لان اصلا تعريف من تعريفات السبنتنج في الاول ان انا بستلف هوست بيتس من النتورك بورشن، او بستلف بيتس من الهوست بورشن وبضيفها على النتورك بورشن. تمام، انا هنا في المثال ده عايز، هو مديني النمبر اوف هوستس، طب او هو مديني عدد الاجهزه، دي قاعده عامه. خلونا نترجم مثلا ال 255.0.0.0 ده البايت، فيبقى 1 2 3 4 هيبقى 8 دوت. تمام، طيب انا في الاكزامبل ده عايز ازود ايه واقلل ايه؟ انا عايز المفروض يكون كلاس A بيسبورت 16 مليون ديفايس بير نتورك، او 16 مليون ديفايس كل جهاز، انا عايز اقللهم واخليهم ايه 2000. ده معناها ان انا عايز ازود عدد النتورك. فدلوقتي النتورك عندي واخد قد ايه؟ واخد
8 بيتس اللي هم الثمن الوحيد اللي موجودين قدام موجودين دول. طيب انا لو عايز ازوده يبقى انا لازم اخد 1 اقلب الزيروز 1 اكمل امشي كده اقلب دول 1. طب انا هقلب كام واحد؟ هو ده اللي انا مش عارفه. طيب انا عايز، هو مش مديني عدد النتوركس، فهو مش عايزين مش مديني المفروض اوصل النتورك لكام نتورك، هو مديني عدد الهوست، فهو عايز يخليهم 2040 هوست. لو هو مديني الهوست يبقى انا بمشي من اليمين للشمال، الهوست بورشن هو اللي بيبقى كل البيتس بتاعته بصفر. طيب كل اللي انا هعمله ان انا هقول 2 to the power of 3 يبقى دي بتديني 8. لا هو مش عايز 8 اجهزه. طيب نعملها باور 4 هتديني 16. طب نعملها باور 7 نعملها باور 10 10 هتديني 1024. طب نعملها باور 11 هتديني 2048. طيب يبقى الرقم الوحيد اللي انا عرفت اللي وصل لل 2040 بتاعته هو 2048. يبقى المفروض يكون عندي 11 بت في الهوست بورشن عشان اعرف اسبورت 2048. يبقى انا همشي من اليمين للشمال وهعد اول 8 9 10 11، يبقى دول كلهم لازم يفضلوا صفر عشان اخلي دول الهوست بورشن بتوعي عشان اسبورت 2024، والباقي كله المفروض يبقى واحد. طيب دلوقتي انا ده كان الديفولت سبنت ماسك بتاعي. طيب كده كده السبنت ماسك بتاعي بقى 255.255. لو حسبنا ده هيبقى 248.0، وهو ده اللي هو عايزه في السؤال. بيقول السبنت ماسك بتاعي اللي هيقلاه 2040 هوست هو يكون الرابع اللي هو زي ما احنا قلنا 255.255.248.0. طيب السؤال ده بسيط جدا، بيقول ان كاتب الكونفيجريشن بتاع راوتر A بتاع خاصة الانترفيس فاز A سيريت 0 1 0 0. فبيقول ان بعد الكونفيجريشن دي مفيش كونكشن ما بين راوتر A وراوتر B. طب ايه السبب في الكونفيجريشن دي كلها صح، بس هي ناقصه امر واحد بس اللي هو امر النو شوت داون. المفروض ان بعد ما اي حد يحط اي بي الانترفيس في الراوتر او في الراوتر يحط اي بي في اي بي الانترفيس الراوتر لازم يكتب في الاخر نو شوت داون، لان اصلا الانترفيس بيبقى مقفول. نو شوت داون دي بتعمل اكتيفيشن للانترفيس. طيب السؤال اللي بعديه بيقول عشان تبعت داتا ثرو النتورك ايه هي الفلاجز اللي بتستخدم عشان تستابلش تعمل استابلشمنت للستيشن. لو تفتكروا دي كانت عمليه اسمها 3 واي هاند شيك، ودي كنا بنشرحها ودي شرحناها في الفيديو. العمليه دي كلها كانت الهدف منها الاساسي ان انا اعمل سينكرونايزيشن وان انا اعمل اك او اعرف الاك والسينكرونايزيشن نمبر بتوعي زي ما قلنا. ممكن ترجعوا للفيديو عشان تفهموا الحته دي بالتفصيل. طيب السؤال ده بيقول ايه اللي صح عن التي تي ال؟ تي تي ال دي حاجه اسمها تايم تو ليف فاليو. التايم تو ليف دي عباره عن قيمه تتحط في الباكت بتاعه الاي بي فيجن 4، وكل والقيمه دي بتعبر عن عدد الهوبس. يعني ايه عدد الهوبس؟ يعني هي اللي بتعبر عن حياه الباكت دي ماشيه ازاي. يعني تخيلوا ان انا عندي شبكه فيها مثلا 6 أو 7 راوتات. لو انا حاطط في الباك مثلا لو دول متقامين اي بي سي دي اي اف، لو انا ببعت باكت من A ل F والباكت دي التايم تو ليف بتاعها 3، ساعتها الباكت دي مش هتوصل الا لدي، واول لما دي يوصل له الباكت دي هيعمل دروب ليه لان التايم تو ليف بتاعها بقى بزيرو. طيب السؤال ده بيقول ان الكوميونيكيشن ما بين هوست اكس وواي ريستريكتد، يعني اكس وواي مش عارفين يكلموا بعض
ما بيكلموش بعض الا من خلال اللوكال نتورك، اللي هي النتورك اللي هي لاير 2 نتورك او اللي عن طريق لوك، لكن هما مش عارفين يوصلوا للجيت واي. طيب لو بصينا برضه للاي بي هات، لازم اول لما يكون في اي شبكه فيها اي بي هات نتبع نفس الاسلوب اللي احنا عملناه في المثال الاولاني. فلو خدنا 10.10.10.97، 97 دي لو عملنا لها ان نجمع ال 240 هتدينا 96، فهيبقى الاي بي ادرس بتاعي ماشي من 96 ل 112 ومن 112 ل 128. اتفقنا ان الاي بي هات، انا كده جبت البينج بتاع الاي بي هات بتاع الادرسز اللي موجوده، بس احنا اتفقنا ان في حاجه، لو انا عندي سب نت لازم يكون في رقمين في الشبكه محجوزين، وهم دول اللي انا دايما بعمل ماينس 2 منهم. فالرقمين اللي في الشبكه دول هيكونوا اول رقم خالص في الشبكه وده بيتسمى النتورك اي دي، واخر رقم خالص في الشبكه اللي بيتسمى برودكاست اي دي. وانا من شويه قلت لكم ان الرينج الاولاني بتاعي بيبتدي من 10.10.10.96 بينتهي عند 10.10.10.112. لو بصيت للجيت واي ادرس هتلاقي ان هو 111، وده اخر عنوان موجود في الماسك اللي بيبتدي من 96 بينتهي عند 111، فده اخر واحد خالص. في 96 ما ينفعش استخدمه ولا 111. فلو بصيتوا للاختيار الرابع هيكون ذا جيت واي ادرس او برودكاست ادرسز، عشان كده هو مش قادر يتكلم مع الجيت واي بتاعه، لان كل ما يجي يتكلم مع الجيت واي يروح باعت الداتا لكل الناس، وده غلط. طيب السؤال ده سهل مفيش اي حاجه، بيقول ان انت لو عايز تعمل كونفيجريشن للسويتش او الراوتر نيو انيشال كونفيجريشن، هي كونفيجريشن لاول ما، انت لازم تستخدم الكونسول. الكونسول موجود قدامنا في بوت في ايمج 2. طيب السؤال ده انا بس عايز اوريكم حاجه فيه مهمه، وبيقول ايه هي الانفورميشن اللي ممكن اعمل لها جازرينج بالنت ستيت. ايه النت ستيت ده؟ النت ستيت ده بنعمل له ايشو في الدوس. نت ستيت نت ستيت ده بيديني معلومات عن لاير 4 او بمعنى اصح ترانسبورت. شوف هو بيديني statistics عن ايه؟ تي سي بي statistics، بيديني عدد السيشنز الاوبن، بيديني السيجمنتس اللي سنت والسيجمنتس اللي ريسيف والسيجمنتس اللي وصلت اللي ما وصلتش من خلال النتورك واضطريت تبعتها تاني، فبيديني معلومات عن التي سي بي واليو دي بي. عشان كده هو هنا بيقول لي هو ايه هي المعلومات اللي بعرف اجمعها عن طريق النت ستيت، فكله ما ينفعش الا الاكتف تي سي بي كونكشنز، وهو ده فعلا اللي انا عرفت اعمله، الاكتف تي سي بي ستاتستكس. خلينا في التي سي بي ستاتستكس اللي فوق لان دي بتاعت اي بي فيجن 4. الاكتف اوبن دول 4212، او لو كتبت نت ستيت بس هيديني الاكتف كونكشنز بس اللي مفتوحه عن طريق تي سي بي، وهم دول اللي موجودين عندي على الجهاز. طيب والسؤال اللي بعديه ده سؤال بسيط قوي، بيتكلم عن الارب. ايه هو الارب؟ الارب هو عباره عن بروتوكول بيستخدم ان هو يعمل لينك ما بين الفيزيكال ادرس والاي بي ادرس. فلو انا عندي اي بي وما عنديش الماك، بعمل انيشيشن لحاجه اسمها اب ريكوست عشان تجيب لي الماك ادرس. فهي في الاخر كل جهاز بيبقى فيه اب تيبل، والاب تيبل ده هو اللي بيبقى موجود فيه كل الليست بتاعه الماك ادرس او الفيزيكال ادرس اللي في الشبكه. طيب السؤال ده بيتكلم عن الدي ان اس بروتوكول او الدومين نيم سيرفر، وده بروتوكول معروف جدا. كل اللي بيعمله ان هو بدل ما كل ما اجي ادخل على اي سيرفر لازم اكتب الاي بي ادرس بتاعه، لا ممكن اكتب اسمه، والدومين نيم سيرفر هو اللي بيحول لي اسمه الى نتورك ادرس. السؤال ده بيقول انهي باسورد اللي هتخليني اقلاو ان انا استابليش تيل نت سيشن. طب ايه هي التيل نت سيشن؟ تيل نت سيشن هي عباره عن ريموت اكسس لاي نوع من انواع السيرفيس او اي نوع من انواع الجهاز الاجهزه. فلو انا عندي سيسكو مثلا في اي شركه، سيسكو ديفايس موجوده
في المكتب او في مكان مقفول. هل كل ما احتاج اعمل لها كونفيجريشن انزل للمكتب عشان اوصل الجهاز بيه؟ لا طبعا، لازم اعمل تيلنت. طب ازاي اكونفيجر التيلنت ده على السويتش، او ازاي اكونفيجر باسورد؟ ده بيبقى عن طريق الامر اللي اسمه في تي واي باسورد، او عن طريق الخاصيه ان انا احط في تي واي باسورد عشان اعرف اعمل باسورد الكلام ده. طيب السؤال ده بيقول ايه اللي بيحصل لو في اللان او في الايثرنت نتورك جيت ابعت فريم وما لقيتش الديستنيشن ماك عندي في الاب تيبل؟ اول حاجه بعملها ان انا بانيشيت اب ريكوست. لو انا ببساطه عندي الاي بي ادرس بتاع البي سي اللي انا ببعت له وما عنديش الماك ادرس بتاعه او الماك ادرس بتاع الديفولت جيت واي اللي انا هبعته له، لازم ساعتها انيشيت اب ريكويست واقول انا معايا الاي بي بتاع الديستنيشن بس معيش الماك، اتبعت لي الماك، فبيروح الاب بروتوكول قاطط بالماك. السؤال اللي بعديه بيقول لو ادمنستريتور غير الديفولت كونفيجريشن بتاعه الراوتر وسيفها في الانفي رام، هو السؤال ده كله ما بيعملش التيست الا لحاجه واحده بس، هل انت فاهم ان ستارت اب كونفيج هو بيتسيف في الان في ام ولا لا؟ فيقول لك ان في ادمنستريتور غير ديفولت كونفيجريشن وحطها في الان في ام، بعد التيست اكتشف ان الكونفيجريشن دي غلط ومش هي دي اللي محتاج اللي هو محتاجها، ايه الستبس اللي هياخدها عشان يرجع الراوتر زي ما كان؟ فان هو يعمل ريستارت للراوتر ده مش هيحصل، لان اول لما تسيف الداتا في الان في رام، الان في رام دي نون فولاتايل رام، نون فولاتايل رام، اول لما تسيفها في الان في رام انت بقيت مسيفها في حته ما بتتمسحش، فانت كل ما هتفتح هتلود تاني من الان في رام فهترجع نفس الكونفيجريشن، فانت كده ما غيرتش حاجه. طيب يوز نو فيرجن اوف كومنتس ذات ار ايشود، وده برضه اوبشن مش موجود، الاوبشن ده اصلا مش موجود، فهو حاطط اي حاجه في لينك كده عشان يتوه في الاسئله. الاوبشن الرابع الاخير issues erase running config comment and then reboot. في حاجه لازم نفصل ما بينها، هو الاجابه فعلا هي رقم 3 اللي هي issue erase startup config comment and then reboot. طيب issues erase running config، ال running config ده الحاجه اللي قايمه دلوقتي على الراوتر بتاعي، لان الراوتر فيه حاجتين، في رام، الرام دي عاديه زي الرام بتاعت اي كمبيوتر، لو بكتب اي كلام على الوورد وقفلت البي سي الوورد ده مش هيتسايب لاني ما سيفتوش على الهارد ديسك بتاعي، وهي دي بالظبط الكيس، لو بكتب اي كلام على الرام وما سيفتوش مش هيتسايب على الانفي رام بتاعتي. فالرام بتاعتي اسمها في او بمعنى اصح الراوتر بيسميها راني كونفيجريشن او راني كونفيج، والانفي رام اللي بتتسايب ولا ما بتتغيرش اسمها ستارت اب كونفيج، فكان لازم يمسح على ستارت اب كونفيج ويعيد تشغيل الراوتر تاني عشان يرجعه زي ما كان. السؤال ده هو ما فيهوش شرح كتير بس احفظوه، يعني هو ما فيهوش حاجه اصلا، هو بيتكلم عن ان في نوعين من النتورك، اهمها نوع اسمه بي تو بي نتورك، والبي تو بي نتورك ده بيبقى فيه حاجه اسمها عليها اكسس كنترول. طب الاكسس كنترول دي ما بتبقاش سنترلايزد، يعني بتبقى متوزعه امونج الناس كلها. هو في اسئله في سيسكو كده حفظ، يعني ما تركزوش كتير. السؤال ده برضه سهل جدا، بيقول ان التكنيشن طلب ان هو يتست الكونكتيفيتي من بي سي 1 لاي ريموت نتورك. طيب الريموت نتورك اللي موجوده هنا او الحاجه اللي ليها اي بي ادرس هو ده، فببساطه لو هو عمل بينج على ده يبقى هو كده بيتست اللوكال نتورك، لكن لو عمل بينج على ده يبقى هو بيتست الايه؟ الريموت نتورك. عشان كده هي الاجابه بينج 172 16 4 1 اللي هو ده، وهو ده الريموت نتورك بتاعه.
طيب هو السؤال اللي بعديه ده بيقول ايه الهوست نيم بتاع الراوتر ده بيمثل ايه؟ هو ما بيمثلش اي حاجة الا ان هو بيبروفايد ديفايس ايدنتيفيكيشن، يعني هو بيبقى تعريف الراوتر عند اليوزر. فانا كل ما افتح الراوتر ده اسميه مثلا باسم المكان اللي هو فيه، فافهم ان انا على الراوتر الفلاني مش اكتر. هنا بيقول ايه هي البرومبت يوزد ان بريفليجد اي اكس اي سي مود. الراوتر زي ما احنا عارفين فيه ثلاثة مودز، في اليوزر مود وفي الاي اكس اي سي مود وفي الكونفيجريشن مود. عموما اليوزر مود اللي هي اول واحده دي، والاي اكس اي سي مود اللي هي دي، والكونفيجريشن مود اللي هي دي. المود دي عاده كونفيجريشن داش حاجه، دي بتبقى المود اللي جوه الانترفيس نفسه. فانا ممكن ادخل جوه الانترفيس، دي بتبقى صاب مود من الكونفيجريشن مود. بس المود اللي عندي حاليا اللي هو الطالب بيسالها الاي اكس اي سي مود دي الهاش. بس السؤال اللي بعديه ببساطة بيقولوا ان هو عايز يوصل اتنين بي سيز ببعض، وزي ما احنا قلنا في الفيديوهات الاتنين بي سيز ببعض بيتوصلوا عن طريق الكروس اوفر كيبل. سو هنا اي الكلمة بيقول ان the NICs or the NICs on both PCs don't support auto sensing feature. الاوتو سينسينج فيتشر دي هي الخاصية اللي موجودة دلوقتي في كل حاجة، اللي حتى لو الكيبلز بتاعت النتورك بتاعتي او الار جي 45 متوصلين غلط، هو بيعيد ترتيبهم او بيعيد ترتيب اللوجيك بتاع الترانسميشن عشان يبقى صح. بس ببساطه، بس بغض النظر ما تهوش نفسكم في ديتيلز كتير مالهاش لازمه. اي اتنين بي سيز لازم يتوصلوا بكروس اوفر كيبل. طيب هو برضه هنا بيتست حته البودكاست او البودكاست دومينز. لو احنا بنتكلم هنا في كام بودكاست دومين، يبقى هيكون هنا في دي كده بودكاست دومين بتاعت سويتش، وهنا دي بودكاست دومين بتاعت سويتش. فبيقول لو عندي الراوتر ايه ده بيبعت داتا كتير، بودكاست كتير جدا جدا، دي هتفكت انهي جزء في الشبكه؟ طبيعي ان البودكاست ما بيقف عند الراوتر، فلو الراوتر ده بعت بودكاست هيقف عند ده، فيبقى هي الجزئيه دي بس بتاعتي هي اللي اتأثرت. يبقى only network دوت 200 على 30 هي اللي اتأثرت بالبودكاست بتاعي ده. في نقطة صغيرة، لو شكل الشبكة غريب شوية وسأل على عدد البودكاست دومينز ممكن محدش ياخد باله منه. لو راوتر A ده متوصل براوتر B دايركتلي من غير حاجة ما بينهم، وراوتر B متوصل براوتر C دايركتلي بدون حاجة ما بينهم، برضه هعتبر هنا إن كل لينك ما بين الراوترات بودكاست دومين لوحده. السؤال اللي بعديه بيقول ان في اتنين راوترز متوصلين بالسيريال بوت في لاب. الراوترز دول الاي بي هات بتاعتهم صح، بس مش قادرين يبينجوا بعض. فلما عملوا امر اسمه شو انترفيس، قال لهم ان في حاجه في الراوتر. طب خلوني انا ممكن افتح لكم الباكيت فيسر او اريكم الامر ده. طب لو انا عندي راوترين والراوترين دول هوصلهم عن طريق سيريال كيبل، طيب خلوني معلش كان حصل غلطة في الطريقة التصلح اللي أنا عملته. أنا لما أجي في الباكت فيس أنزل مثلا هنا راوتر وهنا راوتر تاني. طيب بعد كده بجيب الكونكشنز وعايز أوصل سيريال دي تي اي، بوصله هنا بوت زيرو وبرجع أوصله هنا بوت زيرو. طيب تعالوا ندخل على الكوماند لاين بتاع السويتش ده. اول حاجه enable وبعدين configuration terminal، بعد كده
عايز اكونفيجر السير انترفيس، فاقول انترفيس سير زيرو على زيرو على زيرو. انا كده دخلت جوه الانترفيس، ممكن ادي اي بي IP address واقول له مثلا 192.168.1.1.1.1 واحد واحد اتنين واكتب اللاصق. انا كده اديت له الاي بي ادرس بتاعه. بعد كده هكتب نو شوت داون. يبقى كده انا خلصت الكونفيجريشن بتاع الجزء. اعمل اكسب وبعدين اعمل اكسب تاني. انا كده دخلت في الايه، في الاي اكس اي سي مود. اعمل بقى كوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. انا كده بسيب اللي في الرام جوه الان فيم عشان يتسيب معايا. افتح. لو لاحظتوا حاجه، انا المفروض عملت الانترفيس ده هو اب وشغال، الانترفيس ده لسه ما اشتغلش عشان اللي قدامه لسه ما اتعملوش هو كمان اب. هعمل نفس الخطوات. بغض النظر عن السؤال ده، لأن الموضوع ممكن يدخل في مدارات طويلة، بس لو قلنا أنا عملت configuration زي اللي هي موجودة بالظبط، لو قلنا show IP، أو لو كتبنا بالظبط الأمر اللي هو مكتوب في السؤال interface سايل 0 على 0 على 0، لو لاحظتوا إن هو هيقول لي إيه؟ سايل is down والline protocol is down، أو بمعنى أصح disable. وده لان انا ما عرفتش حاجه اسمها كلوك ريت، لان في الطبيعه لو انا بحتاج اوصل راوتر براوتر لازم يكون ما بينهم حاجه اسمها سي اس يو دي اس يو، والسي اس يو دي اس يو دي هي الديفايس اللي بتظبط الكلوك ريت. لكن لو انا بتكلم على في انفايرمنت زي دي وانا ما في راوترين ما بيني وما بين بعض وعايز اوصلهم ببعض، يبقى لازم بظبط الكلوك ريت. بظبطه عن طريق ايه؟ عن طريق امر اسمه كلوك ريت وبكتبه. بس ساعتها المفروض ان يكون النتورك دي اشتغلت طالما انا ظبطت الكلوك ريت.
بس الموضوع ممكن يكون محتاج كونفيجريشن طويلة شوية عن كده، فاختصارا الوقت ممكن نكمل. هنا هو بيقول ان هوست ايه مش قادر يوصل لهوست بي، لكن الهوست ايه ده بيقدر يبينج الديفولت جيت واي بتاعه اللي هو البورت ده، صح؟ المشكلة في ايه؟ The technician issued IP config comment. What is likely to be the cause? الفكرة في السؤال ده بسيطة جدا. هو بيقول ان الهوست ايه بيقدر يعمل بينج على الديف على الديفول جيت واي او اللوكال جيت واي ببساطة، لكن هو مش قادر يوصل لهوست بي. ايه المشكلة؟ وهو هنا عامل البينج ومؤكد ان البينج شغال، صح؟ عامل بينج ومؤكد ان البينج شغال صح ومؤكد الاي بي كونفيجريشن. طيب واخدين بالكم هو بيبينج على ايه؟ على 192.168.254، لكن الديفولت جيت واي اللي متعرف على الهوست ايه نفسها 192.168.253، عشان كده الديفولت جيت واي في هوست ايه مش معمول له كونفيجريشن غلط. طيب السؤال اللي بعديه ببساطة هو عايز يعرف انت عارف شكل الراوتنج تيبل ولا ايه الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده حاجة المفروض خدناها او هنذاكرها عشان موديول 2، وهو عبارة عن مكتوب كل مكتوب فيه النكست هوب والسيريال انترفيس، وهو واللي موجود انتوا لما تتعاملوا مع السويتش نفسه او مع الراوتر او مع الباكت فيسر هتعرفوا ان هو الشكل رقم 4. السؤال ده سؤال بسيط جدا، هو يعتبر خطوه من الخطوات اللي احنا عملناها فوق كتير جدا. بيقول ان اورجانيزيشن خدت الاي بي ادرس ده وخدت السب نت ماسك ده، انهي فيهم هيكون الرينج بتاع الاي بي هات؟ طيب خدوا بالكم من حاجه، اخر اوكتت عباره عن صفر وصفر، فانا ده عامله نجلكت، لكن ال 128 دي هحولها لباينري وال 224 هحولها لباينري واعملهم اند مع بعض هيطلع لي في الاخر 328. طيب اجيب الماجيكال نمبر او البلوك نمبر اللي احنا خدناه، ف 256 ماينس 224 هدي 32. نزود بقى ال 32 على ال 128 هتبقى 160، فيبقى هي تاني رقم اللي بيبتدي من 128 وبينتهي عند 159.255. وبكده احنا خلصنا اول امتحان. اعتقد ان انا لسه مبوصلتش الامتحانات التانية، بس اعتقد ان الامتحان التاني هيكون سهلة وهيكون في منها نوعية اسئلة كتيرة نفس الشكل ده. بالتوفيق ودعواتكم إن شاء الله.